جايز كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة سبيكا اكس دي. طبعا يا جماعة كتير قرب انه يخلص تحديث الصيف، كمان يا جماعة كتير قالوا انه 15 يوم رح يضل وخلص ما رح يصير على تحديث، رح يسوون تحديث جديد بداله اللي هو تحديث المكياج الشعر الجديد وكتير اشياء. فروحوا يا جماعة على القناة تبعي رح تلاقون سويت كتير فيديوهات عن هذا التحديث الجديد القادم اقصد. المهم طبعا يا جماعة هلا اليوم ايش رح نسوي بهذا الفيديو؟ رح نلعب لعبة بيكا اكس تي، واليوم يا جماعة مع انه كتير قريب يخلص التحديث رح ناخذ صور ونشتري او رح نحاول نفتح هاي البدلة هاي، عرفتوا يعني كل يوم ماي جاد. طبعا يا جماعة كل يوم لازم انه نشوف هيك خمس اعلانات، فاليوم رح نشوف اعلانات اليوم. طبعا انا لحد الان حاصلة بس على هاي البلوزة، ما عندي ولا شي غيره من هاي البدلة. طبعا انا بدي اياها وربي نفسي فيها لانه حتى التحديث قرب يخلص، فما بعرف انا امتى رح يخلص، بس ليكو لما نكبس هون على ايفنت باس، طبعا لما تكبسون على ايفنت باس ليكو شو بيظهر لكم. خلاص موبايلي كتير بعلق وربي كتير بعصب. المهم لكم انس يعني رح ينتهي في 0 يوم و0 ساعة، يعني ضاير بس دقائق كأنه عن جد ما بعرف. بس المهم بس يا جماعة هلا طبعا قبل ما بلش اشتركوا حطوا لايك، اهم شيء يا جماعة لايك 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 لايكات حبايبي. كمان روحوا على الانستجرام وحطوا لي فولو، رح تلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف، رح تلاقون يا جماعة صندوق الوصف فيه رابط انستجرامي، وروحوا حطوا لي فولو بس احبكم. اوكي هلا خلينا نبلش. اول شيء اوريدي بلشنا فكرة. المهم اول شيء يا جماعة مع انه كتير قرب وانا كتير عن جد زعلان لانه رح يخلص، في يا جماعة تعليق شفته قالت انه كتير ملينا من هذا التحديث، كتير اطول تحديث. لا بالعكس، لو تشوفي تحديث الهالوين كم ظل وتحديث الكريسماس، ما عم بعرف اذا انتي كنتي حاضرة او لابس، عن جد كان اطول تحديث هو تبع هالوين وربي يا جماعة عن جد. المهم انا خلينا ناخذ طبعا يا جماعة لبس تبع الصيف هيك معه هذا. اوكي عم ناخذ معه بس هذا يعني هيك. يس يا جماعة هلا يا جماعة كمان يا جماعة في وحدة قالت لي انه في منطاد تاني، على فكرة اسفة لانه ما كنت ابدا عم بعرف. فهلا يا جماعة لازم ناخذ مكان مع يعني صورة مع اي مكان موجود بهذا التحديث عشان يضل هيك معنا ذكريات، عرفتوا؟ ناخذ سكرين شوتات سلفيات باللعبة، عرفتوا؟ هيك ف كمان يعني فيني هيك اخذ صورة للقمر والطيارة وهيك، فخلي ناخد يا جماعة صورة لهذا المنظر الجميل جدا جدا. المهم let's get the power up، وبدي هون اوقف وبدي انه هون اخذ صورة، عرفتوا؟ زي هيك للطيارة، عرفتوا؟ زي هي يا جماعة اخذنا صورة للطيارة. كمان قولولي اذا بدكم اخذ صور كتير احترافية وحلوة، عن جد كتير احلى، وانزلكم اياها هون بالتطبيق تبع يوني عشان انتو فيكن تروحوا تبحثوا على اسراء جيمر 000 ورح يظهركن رح يظهركن الصور، فيكن بعدين تحملوها، عرفتوا؟ هاي مع فريندز، هاي مع اختي دانا، كنت رح امسحها، هاي كمان مع فريند. يعني اصلا هيك عم نزل كتير خلفيات صور كتير حلو. روحوا فوتوا على يوني وليكوا هاي الصورة احلى صورة عن جد، هيك ماخذ يا جماعة صور عن جد كتير بتجنن. فبتمنى منكم تروحوا تشوفوها وتحطوا لي لايك، كمان هون فولو على تطبيق يوني باللعبة، عن جد كتير بتجنن. ليكو هاي قولوا لي شرقيكم كمان هيك بخلفيات اللي عم باخذ، وزي هي مثلا الصورة هي قبل هاد التحديث. المهم كمان طيارة طياري معه القمر هاد. او ماي جاد ما عليكم من هاي، او ماي جاد هاي ما عليكم ما بعرف شو سالفتها. بس المهم جايز اذا عم تعرفوا انه كمان في منظر كتير بجنن
اكثر منظر حبيت بالهاد تحت اللي هو اللي تحت الماي او under the water we have كأنه هيك طحالب واعشاب وحيتان اسماك وما بعرف شو. فبدي اخذ كمان صورة لهذا المنظر اللي هو تحت الماي. فبتعرفوا شو لازم نلبس ملابس الغطس. بس يلا خلي بس هيك يعني. هادي مو حقيقي. انا خلص بدي اصبح بملابسي خلص. يعني بنسبح يا جماعة بملابسنا هادي. ليكو جايز عن جد. بدكن يا جماعة الطريقة كيف هيك غطست؟ على فكرة مصابيتة انا اوريدي. خلي هيك اخذ صورة لكل هالاعشاب الموجودة. ليكو كيف يا جماعة. هي الصخري. كتير هالشغلات. ليكو. Oh my god. Oh my god. Guys, look. جد كتير بجنن. ليكو. ليكو هيك السباحة هيك. المهم. هلأ طبعا يا جماعة رح نحاول انه نفتح هاي غصنا دي. عرفتو. عفك في كتير اعلانات سوا. بليز. نصبر على الاعلانات اوكي. خلص ما عليكم من هاد شو اسمه الاعلان لا تشوفوا فيه. اوكي. خلاص بليزو. او اكره هيك اعلانات كتير طويلة. خلاص جيرل. واحد خلاص. اوكي هلا يا جماعة. لا ما بدنا تطبيق. هلا رح يعطونا الصندوق. خلينا نستنى. والله ما تعطوني افاجيكم انا. يلا هات الصندوق تبعا. هات الصندوق لك. انا صار لي عم شوف الاعلان كله. انا اكره احضر اعلانات. يي خلص. اسف عن جد. ما اعطوني الصندوق. كان جد هيك بعصب. ولاك جايز عن جد خلص ما صار بدي هاي البدلة. ما صار بدي اياها. كان جد ليكو طلعوني من اللعبة. جايز ليكو. اوه جايز. انا عندي النت كتير ضعيف. والموبايل كتير بيعلق باللعبة. انا ما بيعلق سلاحي كتير بالتطبيقات التانية. بس عن جد كتير بيعلق لما اجي العب بروبلوكس بي كي اكس تي. كتير بيعلق. هيك عم ساوي لما اكون اسجل شاشة. اكتشفت هالشي لما اكون اسجل شاشة بيعلي. خصوصا انه هلأ يا جماعة طلع لي اعلان عشان اني اشوف صناديق. كبست على الاعلان بعدين شفتوا يا جماعة بعدين علق بعدين خلص طلعوني من اللعبة. انا عصبت عن جد. والمهم ما عليكم. اعتقد انه فينا نسوي شغلات تانية. ليه ما ناخد صور تواني. عندي كتير اكل. اخذ هاد عصير. كتير انا احب هالعصير فبدي اني اخذ صوري مع هالمكان هذا. عرفتوا هاد المكان عن جد كتير بجنن لانه لما رح يخلص التحديث ما رح يصير هاد المكان. سو ليش ما نسوي هيك صوري مع هاد المكان حلو. خلي كمان ناخذ هدول. لازم ضروري نشربها يعني هيك بعدين. like this take sip then. خلاص معصب. شفتوا كيف بيعلق. عن جد كتير عصب. انا عصبت كتير مرات اليوم. ايش هالصوت. المهم عادنا. اوكي جايز خلي هلا ناخذ صورة لك. يا بنت عن جد كتير بعلق. لك انا ما صرت عم بتحمل هيك. خلص بكفي يا بنت خلص. انا عصب. هلا بدي اخذ يا جماعه صوري مع هالنخله لانه مع انه نخله جديده وما صار فيها ما رح تطلعوني. فلما ناخذ معها صوره زي هيك. يا هاي الشجره ما فيها كوكنت واتر. كوكنت واتر 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 واتر. المهم عشان بدي افرجيكم انه لكم هون هاي الشجره تبعي. هاي النخله بتعطينا كوكنت واتر. ما بعرف كتير اقول. المهم ووتر. المهم هيك كوكنت ووتر. شفتوا هيك خلص بكل سهولة. المهم خلص يعني هاي ما فيها كوكنت ووتر بس هديك
فيها عرفتو. فهاي كمان نخلة يا جماعة جديدة، خلي نساوي تواني زي كأنه هيك. ياه هلا خلي ناخد صورة لهي الشمس. الشموش الشمس اه شو اسم الشمس ولا الشمس؟ انا بقولها شمس على فكرة، اسمها شمس بس عم بمزح ان هي شمس، بس في ناس بتقولها شمس. ها زي انا قبل لما كنت كتير صغيرة، كتير يعني كتير 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 اقصد ما بعرف صراحة ابدا. بدي هيك اخذ صورة معي الشمس الشموس الشمس، عن جد الشمس الشمس ما عليكم هيك باخذ سلفي. عن جد ما بدي اتعصب خلاص، ما بدي اياه يعلق كمان ولوك ايه. كتير عصبت يا جماعة، عن جد اللعبة بتضايق تعصبني كتير كتير. المهم ما علينا، طبعا يا جماعة هيك رح اخلص هذا الفيديو. طبعا انا يا جماعة بعد ما رح اخلص تصوير هذا الفيديو رح افتح هون الصناديق، بس طبعا لي شغلة نادرة رح اصور عنها فيديو اكيد. المهم لا تنسوا انكم كمان تروحوا تودعون هذا التحديث، حطوا يا جماعة لايك وشاركوا الفيديو مع اصحابكم كلهم، يحطوا لايك ويشتركون بالقناة عشان نوصل 500,000 يعني نص مليون. او ماي جاد يا جماعة. المهم طبعا حطوا لايك واحبكم كثير، وكمان روحوا زوروا الانستغرام حطوا لي فولو، كمان ابعثوا لي هيك مسجات اذا في اذا بدكم سووا اي شيء، مثلا سووا لي هديه منشنوني عليها رح احطها بالستوري، حطوا ستوري منشنوني فيها على اي شيء كتير عم بتفاعل، فا بليز تفاعلوا كمان معي بالانستغرام. بس احبكم وباي ثاني لا اه يب. باي 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 باي.